لما تعطي ثقة للاعب أيضا يحسب لدي ديشو كونتي يعتبر من ركائز المنتخب الفرنسي لما رجع من إصابة أيضا إصابة وطويلة لسنة ونصف عن صفوف المنتخب طويلة المدى كونتي لو تتكلم الأخ ميدو مع جميع المدربين من أي مدرب يقول لك أنا مدابية بروفايل بمواصفات نقوله كونتي يكون عندي في الفريق لأنه لما تسترجع الكرة بالطريقة التي يسترجع بها نقوله كونتي الكرة بإمكانك أن تبنيها جامات وبإمكانك أن خط الدفاع ممكن أنه يلعب مرتاح بوجود نقوله كونتي يعرف أنه يغطي تكتيكيا بدنيا حاضر نقوله كونتي لو هناك مثلا لو نتكلم على المنتخب الإنجليزي أو حتى المنتخب الألماني هم بحاجة إلى لاعبين لممكن يخليك تطمع وتحلم باش تفوز بالأورو نعم لاعب آخر فضل شرف يعجز عن التسجيل في اليورو صحيح أنه اليوم كان وراء الهدف لكن تصور كيليان مبابي لحد الآن 4 مباريات في الأورو 5 مباريات في كأس أوروبا 0 هدف عكس ربما إحصائياته في كأس العالم في كأس أوروبا يبدو أنه ميولار الجديد في اليورو لأنه ميولار عنده إحصائيات ممتازة توماس ميولار مهاجم البايرن والمنتخب الألماني عنده 10 أهداف في 19 مباراة في كأس العالم وعنده 0 هدف في 15 مباراة في اليورو مبابي للمباراة الرابعة ب0 هدف في كأس أوروبا أعطينا فقط صور إصابة التي تعرض لها مبابي يقال بأنه كسر على مستوى الأنف فهل ذلك سيرهن حدوده هذه لما ضرب الكرة لما اصطدم بكتف مهاجم منتخب ومدافع منتخب النمسا ثم هنالك صورة أوضح للكسر الذي تعرض له على مستوى الأنف شوف نيفو كيفاش يعني تقريبا كسر على مستوى الأنف وكأنه ملاكم هل مبابي راح يكمل المنافسة عن باللعب بواقي هل سيكون حاضر في المباراة الثانية ربما هذه التساؤل حول حضوره في المنافسة سيكون انطلاقا ربما من يوم غد أو بعد غد بعدما يهبط لماطوم تبان أكثر بتدخل ليكو اللي راح يديره يزيد يبين أكثر نوعية الإصابة والتشخيص النهائي كيف وجدت أداء كيليان مبابي مع اللقطة اللي ضيعها وهو قائد المنتخب أداء ربما ما كانش بالصورة اللي مأمول منه أن يقدمها كواحد من بين 3 أفضل لاعبين في العالم إن لم يكن أفضلها كيليان مبابي رغم كل شيء يبقى لاعب مؤثر يبقى هو اللاعب المؤثر رقم واحد في المنتخب الفرنسي والدليل هو أن وأن الهدف الوحيد المسجل في المباراة كان بمساهمة منه يعني وليدار لوروتري هذاك اللي منه ارتكب مدافع النمسا الخطأ وتسجل الهدف ضد مرماه يعني تسجيل الأهداف هو صح مهم لكن تسجيل الهدف ليست من مهمة اللاعب أو المهاجم فقط المهاجم يقدر يساهم في تسجيل الأهداف كما دار كيليان مبابي اليوم يقدر انا جو بريفير ان اتاكون كي ماك با مي اي بارتيسيپ او بوت ماركي يعني يساهم في الاهداف اوليفي جيرو هضرنا على جيرو هو لاعب اللي ما سجلش في مونديال 2018 في الاخر كان عنده دور فعال بشهاده المختصين والمحللين يعني هنايا انا ما نشوفش الارقام بقدر ما نشوف قيمه اللاعب قيمته الثابتة الفنية والتكتيكية في رسم في خطة المدرب يعني كيليان مبابي يقعد لاعب مؤثر مجرد تواجده يعني مع كي تشوفه ديجا داخل مع لي 11 المنافس يرتابك يعني هنايا انا نظن يسجل او ما يسجلش المهم هو انه يساهم في الانتصارات ويساهم في الانجازات اللي فضل اليوم مثلا المنتخب الفرنسي العالم كله ينتظر مبابي بعد انتقاله الى ريال مدريد واحد من افضل قلت لك واحد من افضل 3 لاعبين في العالم ان لم يكن افضلهم ان لم يكن افضلهم نعم وكل تقول لي انه يروح لدوره كبرى اخرى اللي هي اليورو مره اخرى وما يسجلش في الاورو متى سيسجل كيليان مبابي في لكن الأورو؟ لكن ميدو اذا ما يسجلش ويساهم لما نشوفوا الهدف تاع اليوم المباراه تاع اليوم والنقاط الثلاث اللي كسبها المنتخب الفرنسي اللي حصدها المنتخب الفرنسي اليوم كانت بمساهمه بنسبه نقدر نقولوا 100% من مبابي نعم. يعني مبابي عمل فردي يعني قام بعمل فردي ودار ان روتري لو روتري هذاك جات لافوت وجا الهدف
علاش يسحقه يسجل ما يسجلش؟ أنا ساهم. أنا فضلت له كان هذا السؤال يطرحه لك فضيل طرحه الأمين. هو كمهاجم هل ضيعت الثقة مرة لما ما تسجلش الأهداف؟ كيفاش تعود ترجع الثقة؟ أنا نظن اليوم مبابي راهو أزمة تاع الثقة تاع يسجل الأهداف. لا، بنزين المهاجم هي تسجل الأهداف، بنزين المهاجم هي تسجل الأهداف، ولكن لاعب بقيمة كيليان مبابي. تكلمنا في الكواليس وقلنا أنه كيليان مبابي وكأنه يلعب 50-60% بالإمكانية تاعه، وكأنه يريد أن يحضر نفسه في هذه المباراة للانطلاقة الفعلية ربما ابتداء من المباراة الثانية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن بتعرضه إلى هذه الإصابة وممكن لتخليه يغيب، تخليه يغيب على المقابلة المقبلة. المقابلة المقبلة للتذكير ستكون يوم 21 جوان، يوم الخميس المقبل أو يوم الجمعة المقبل ضد المنتخب الهولندي، الفائز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف نهائي قبل الأول. أنتظر رؤية كيليان مبابي إن كان حاضرا ضد المنتخب الهولندي، حتى وإن المنتخب الهولندي تلقى هدف ضد المنتخب عكس مجريات اللقاء وكانت قاسة الكرة المدافع، ولكن رؤية كيليان مبابي ضد المنتخب الهولندي إن كان بكامل لياقته البدنية. الصحافة الفرنسية تتحدث في هذه الأثناء على كل الصحفيين المتواجدين مع المنتخب الفرنسي يتحدثون عن تعرض كيليان مبابي إلى كسر على مستوى الأنف. صعب جدا كسر على مستوى الأنف، ربما عملية جراحية اللي تخليك تبعد عن الميادين 15 يوم على الأقل. لو كسر على هنا ضربة موجعة سيما لكيليان مبابي وأيضا للمنتخب الفرنسي. لو المنتخب الفرنسي لم يلعب كيليان مبابي في المقابلتين القادمتين سوف يكون كالطائر مكسور الجناح. الصحافي يقول بلي ماهوش يسجل. كل تسجيل يبقى كيليان مبابي. انا تفهمت الميدو، رائع، ذهب الى ريال مدريد ربما تحت ضغوطات، دف الى ذلك عدم تسجيل في الاورو السابق، مباراه اليوم حتى وان ساهم في الفوز، لاعب بحجم كيليان مبابي ربما ينتظر منه الأخصائيين والمدربين والإعلاميين وحتى اللاعبين السابقين كنحن أنه يسجل في كل مقابلة. هذا ما ربما يدور في الإعلام العالمي وليس الإعلام الجزائري. لاعب من طينة كيليان مبابي لما كان بنزيما تذكر جيدا في المنتخب الفرنسي أو ريبيري، يجب عليك تسجيل في كل مقابلة لأنك لحقت مستوى تقارن فيه بأساطير اللعبة. هناك مثلا في 2010 أمين نعطيك مثال، في 2010 ليونيل ميسي كان تقريبا في سن 23 سنة حائز على كرتين ذهبيتين وكان يمشي للكرة الثالثة، سجل هدف واحد، انتقادات لا داعي. 2011 ميسي ثلاث كرات ذهبية كوبا أمريكا أقصية في الأرجنتين في الربع النهائي، انتقادات لا داعي. كريستيانو رونالدو قبل تتويجه بكوبا باليورو سنة 2016 مع المنتخب البرتغالي كانت تكال له انتقادات لا داعي. وأتذكر أنه في مونديال 2014 لعب المونديال وغمر بركبته وكان مصاب وخرج من الدور الأول ولم ترحمه الصحافة البرتغالية رغم أنه خطر بمسيرته لتمثيل ألوان البرتغال. لذلك باش تقولوا لي اليوم أنه كيليان مبابي يجي للمونديال يجي اليورو وما يلعب كل المباريات وما يسجلش شيء عادي، ربما قد لا نتابع نفس الرياضة. ميدو اسمح لي الأخ فوديل، كيليان مبابي حتى أنه سجل هدف في مباراة اليوم ممكن أنه الإعلام الفرنسي راح يطالب أكثر من هدف. أكيد سبق وحدثنا ضد برشلونة نفس الأمر. أنا أتابع نوعا ما بحكم أنه كيليان مبابي وجب عليك أن تتابعه. مساهمة واحدة غير كافية بالنسبة لكيليان مبابي في مباراته ضد منتخب النمسا، ولكن اللاعبين الكبار لما يتم انتقادهم الرد دائما ما يكون بعد فوق أرض الميدان. بهذا كيليان مبابي فقط، كيليان مبابي حسب صحيفة ليكيب، كيليان مبابي أبيان لنيكاسي إدوا أتخ أوبيري ألوبيتال أونيفرسيتال دو ديسلدورف. يعني كيليان مبابي رسميا سيخضع لعملية جراحية. هل هي نهاية المنافسة بالنسبة لكيليان؟ طاقم طبي للمنتخب الفرنسي هو الذي سوف يفصل في ذلك، ولكن أؤكد لك الأخ ميدو أنه لما يكون عندك كسر في الأنف على الأقل 15 يوم كونفاليسونس. قال لك لو كابيتان دي بلو أكيتي لو فيستيغ افيك ماسك شيروجيكال فيزا سيري، يعني غادر بقناع. نعود إلى